السلام عليكم، اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم أحبائي بدنا ننظف السمك بطريقة حلوة بطريقة سهلة، وأهم شي ننظفهم بطريقة كتير كتير سريعة وما بتاخد وقت بالمرة. أنا هيدول السمكات نظفتهم من جوا ومن برا، صاروا مثل التلج مثل ما شايفين، نضاف كتير. واليوم رح أعلمكم على طريقة سهلة لحتى تنظفوا السمكات. هيدول السمكات التلاتة أنا نظفتهم بالسكينة، فأنا وعم نظفهم للأسف أكلت ضربة على إصبعي من السكين وجرحت إصبعي. مثل ما شايفين دايما بجرح إصبعي وقت بدي أعمل السمك، خاصة وقت بدي أبرشه من برا. حتى هون مكليتا ضربة شوي من كم شهر كمان بسبب تنظيف السمك من الخارج، فقررت إنه بدي كفي تنظيف السمك اليوم، بس ما بدي أحمل السكينة أبدا، رح نظف الباقيين. فاليوم عندي عزيمة سمك ومفروض اني خلص، لذلك شو بدي اعمل شو الحال، قررت اني نظفهم بالركوة بكل بساطة. هيدي الركوة كتير قديمة عندي، مثل ما شايفين اصلا شكلها بيوحي انها منا جديدة ابدا، كتير قديمة ما بستخدمها بالمرة بالمرة بالمرة، كنت ضبيتها بالنملية، فلقيت الحل اني نظف السمك الباقيين فيها بما اني اكلتها هيك جرح باصبعي، فما بدي استخدم السكين لكفي السمكات الباقيين، فرح ننظفهم. لقيت انه طريقة سريعة جدا صراحة بالركوة، مش مثل السكين. السكينة بكون انا عم بشتغل فيها بكون كتير حذرة وعلى مهل المهل، خاصة وقت بدي ابرش السمك من برا، فبكون عم بشتغل على مهلي، فبتاخد السمك الوحدة بتاخد معي وقت. فبينما الركوة هلأ بتشوفوا كيف رح تنظف، رح تنظف بشكل كتير سريع مثل ما شايفين، وبنظف من دون خوف، لو يعني حتى لو دقرت على اصبعي بهيدا الشكل ما رح اجرحه مرة تانية، وحتى لو دقرت الركوة بايدي كمان مش رح اجرح ايدي ابدا. طريقة آمنة لحتى تنظفوا، اذا حبيتوا طبعا الفكرة، تنظفوا السمك من برا بالركوة. هلا ناس يمكن تنتقد، بس انا كنت مجبورة اني نظفهم بهيدا الشكل، ومثل ما قلت لكم لانه صار عندي جرح باصبعي وما قدرت كفيهم بالسكينه، فاليوم رح ننظفهم بهذه الطريقه مثل ما شايفين، طريقه امنه وسريعه. ان شاء الله يا رب تحبوا الفيديو اليوم احبائي، فيديو حلو، فيديو يمكن ما يعجب كثير من الناس، بس صدقوني ست البيت لازم يكون عندها بعد نظر بكل المواضيع لحتى تكفي شغلها. كيف لك اذا كان عندها سمك وبكميه كبيره وجرحت اصبعها، وكيف بدها تكفي تنظيف السمك. لذلك قررت اني استخدم ركبة القهوة، انا بنصحكم تجربوها، صدقوني صدقوني رح تدعولي، طريقة امنة جدا ما رح تأذيكم ابدا. ليكو كيف عم بتنظف، حتى اني نظفت بطريقة سريعة سريعة سريعة، ليكو انتو كيف عم تبرشن للسمك بكل سهولة وبكل يعني بطريقة سريعة. لو بالسكينة ما بتخيل بهذه الطريقة بنقدر نبرش، حتى بالسكينة بتبلش عنا برش السمك يطير ويطرطش هيك حوالينا، بينما ليكو قديش شلت كمية كبيرة. وإذا ملاحظين بس عم بي يعني البرش السمك حوالي بالمجلى على الطبلية ما عم يطلع نهائيا برش لبرا، بالسكينة بصير بيتطاير. أكيد ستات البيوت اللي عندهم خبرة بتنظيف السمك فهمانين علي شو أنا قصدي، وقت ينبرش السمك بتصير البرش يطير. فهي الطريقة حسيتها طريقة نظيفة أكتر من السكينة، جربوها ومش راح تندموا. هلأ شو رح أعمل؟ في هون عنا هيدول، هلأ هيدول نحنا ما منشيلهم، نتركهم، بنحب هيك السمك يكون شكله كتير حلو معاهم، بس اذا حبيتوا تشلوهم شلوهم. بس هون انا مثل ما قلت لكم اني ما حاستخدم السكينة ابدا، فرح شيلهم بهيدا الشكل. بس بدي شيل سمكة واحدة قدامكم اذا بتشوفون، لانه في ناس بقصوهم بالمقص، انا ما راح استخدم كمان المقص. وهلا خلصت تنظيفهم للسمكات من الخارج، هلأ بدي بلش بتنظيفهم من الداخل، وكمان ما رح استخدم السكينة بالمرة، رح استخدم ايد الركوة بفتح
السمكي بهيدا الشكل. بما اني قلت لكم انه ما راح استخدم السكينة بالمرة، فما راح استخدم اليوم السكينة بالمرة. كمان طريقة الفتح سهلة كتير، بتنفتح معنا السمكة بكل بساطة. أحبائي، إذا كنتم من المتابعين الجدد وبعدكم ما اشتركتوا بالقناة وحابين يوصلكم مني كل شي جديد، انزلوا هلأ لتحت لأسفل الفيديو، اكبسوا اشتراك وفعلوا الجرس. بهذه الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة، ويا أهلا وسهلا فيكم. هون أنا بشرت بالتنظيف السمكي من الداخل، هيدول كلياتهم أنا بدي شيلهم. أحبائي، ما تنسوا اللايك الكتير كبير للفيديو، إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تعملوا له شير ليستفيد الكل من هيدي الفكرة الجديدة، الفكرة شوي غريبة، إن شاء الله يا رب تحبوها. كل هيدا السواد نحنا منشيله، شفتوا كله هيدا لازم نشيل. وهلأ رح باشر بغسلهم، رح ضلني غسل فيهم لحتى المي عندي يفتح لونه، يعني بغسل فيهم وبرمي المي، برجع بغسل فيهم، بغسله المرة التانية وبرجع كمان برمي المي لحتى لون المي عندي يفتح. ساعتها بننتقل للمرحلة التانية لفرجيكم كيف بنقدر نمنع زفارة السمك نهائيا بملعقة واحدة. ان شاء الله يا رب تعجبكم هيدي الطريقة وتطبقوها، وانا متأكدة انكم رح تدعولي. حتى نحن وعم نغسلهم كمان هيك بنعطيهم كمان تنظيفة خفيفة من الداخل. هون مثل ما ملاحظين الماي عندي بلش تفتح لونه، بلش يفتح، منضلنا نغسل فيهم مثل ما قلت لكم للماي عندي تفتح كتير وتبطل بلا لون بالمرة. فبهيدا الشكل بيصير عندي السمك نظيف. هون بعد ما نظفت السمك كتير منيح، عندي هون ملعقة من الطحين بالإضافة لرشة خفيفة من القهوة. الطحين معروف انه بيقضي على الزفارة نهائيا، خاصة زفارة الدجاج، وايضا بيقضي على زفارة السمك نهائيا، بتخف كتير ريحة زفارة السمك لحدود 80% مع القهوة، فرح تقضي عليها نهائيا. بنصحكم طبعا تجربوا هذه الطريقة، بما انه عندي الكمية كبيرة فرح اضيف ملعقة تانية. كل ما كانت عندكم الكمية زيادة فيكم تضيفوا ملعقة زيادة مع رشة خفيفة من القهوة، كل ريحة الزفارة كلها راح تروح. حتى الناس اللي ما بيحبوا يستخدموا مواد كيماوية مثل الكلور وقت يكونوا عم ينظفوا سمك، وقت بدهم ينظفوا عندهم الحوض فيهم يحطوا شوية قهوة بيفركوا الحوض فيه، فبتروح الزفارة نهائيا. لأنه في ناس طبعا بعد ما بدهم يشيلوا السمك من الحوض ينظفوا الحوض بيحطوا كلور، فبيتضايقوا، بيكون عندهم ربو أو شيء فبيتضايقوا من الريحة، فبنصحهم ينطفوا الحوض بالقهوة، فبتقضي القهوة بيقضي على ريحة الزنخة نهائيا. هون بعد في كمان شوي رح نضيفها. هون فركتهم كلياتهم، هلأ رح غسلهم وبيصيروا عند السمكات جاهزين لحتى ينقلوا او حتى ينشووا. ان شاء الله احبائي هيدي الطريقة تكون عملية حبيتوها، ومثل ما شفتوا كان عندي وضع لحتى عملت هيدا الشي، وللضرورة احكام. بتمنى انكم تحطوا لايك كتير كبير للفيديو وتنشروا الفيديو عندكم على صفحاتكم ليستفيد الكل. انا بحبكم كتير احبائي، بدي ودعكم مع تحياتي بوساتي كتير كتير للكل. الى اللقاء، وهو السمكات صاروا جاهزين. باي باي.